مختبر الدراسات والأبحاث القانونية والسياسية وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط ينظمان بشراكة مع اللجنة المغربية للتاريخ البحري وشبكة ماريس مير ندوة دولية تكريما للأستاذ فيليب جون حيسي من جامعة نانت. فكونوا معنا بالموعد يوم 27 يونيو 2019 بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط. هذه الندوة الدولية تحت عنوان القانون البحري المغربي ما بعد 100 سنة دراسة مقارنة. هذه الندوة الدولية فرصة سانحة لتدارس المدونات التجارة البحرية وتدارس ما مدى مطابقتها مع الأنشطة البحرية الحالية. يكفيكم للانضمام معنا التسجيل عبر الرابط المشار إليه أعلى الشاشة. وفي خضم هذه التظاهرة الدولية ورشات بالنسبة لطلبة الدكتوراه. يكفيكم تحميل برنامج زوتيرو على الرابط المشار إليه أعلى الشاشة أيضا والانضمام معنا، فلا تنسوا جهاز حاسبكم المحمول. كونوا معنا بالموعد يوم 27 يونيو 2019 بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط، ومرحبا بكم.